بس انا بقى عجباني فقره الاطفال وعجباني فكره ان انتوا تعملوا حاجه لالبوم الاطفال. في فكره بنشتغل عليها بقالي فتره، لانه انتوا الاثنين واحساسكم بقى بالطفوله مش بعيد، ده انتوا يعني هتعملوا حاجات بجد مخصوص للسن اللي انتوا ده عايشين عشان المرحله دي. محمد اداؤه حلو قوي قوي في ان هو يوصل الضحك والمعلومه للطفل، يعني انا بشوفه بيقعد يلعب مع دهب بيلعب معاه احسن مني بكتير جدا، وهي بتندمج جدا معايا، يعني ما بتعرفش تلعب معايا قد ما بتحب محمد عشان بيلعبها، وبيقعد بقى يغير في اصوات صوته كده ويعمل يتكلم. يعني بتضحك يا محمد على فكره، بتقول كلام حلو قوي. اه والله انا نفسي اتفاجئت، لان ما كنتش اعرف يعني بيعمل اصوات زي كرتون كده محمد، فاتفاجئت ان هو بيتكلم مع دهب باصوات مختلفه وفي نفس الوقت يعني صح. اتكلم انت في الموضوع عشان ما اعرفش. بعد ما تكملي استاذه منى هتقولي طب ما تسمعنا حاجه. برافو يا محمد، برافو يا محمد، برافو يا محمد. اهلا بكم يا اصدقائي. حاجات بقى في سكه واقعد اقول لها يا مش عارف كذا، واقعد يقعد يدلعها يقول لها البت دي مسكره جامد يا جدعان. ايه نهار اسود وحشه؟ لا حلوه. البت دي مسكره جامد يا جدعان. ايوه. لا هي لما بتبقى مودها مش حلو او متضايقه من حاجه او تعبانه او كذا، تحب ان تشوف ان الشخص اللي قدامها ده خارج من فيلم كرتون. على فكره اي طفل كده يحب هكمل يحب يتعامل مع الشخص اللي قدامه ده على ان هو مش انسان حقيقي، لان لو هو انسان حقيقي هيبقى ليه سلطه عليه، طالما انا كبير وطويل وكذا، فانا لو انا انسان بجد قدامه يبقى معنى كده ان اقول له غلط وصح وعيب. لكن لو انا نزلت ليه تحت وبقيت انا خارج من فيلم كرتون بالنسبه له، واتعامل معاه بقى بالاصوات اللي هو بيسمعها والعالم اللي هو بيسمعه. ايوه. طب ما بتدربش هبه معاك في موضوع الاطفال ده؟ يعني تقول لها يعني بحاول فهو يعني هي بتشوفني بعمل الحاجه، بحاول تقلدني. انا ابقى شقيه، لان انا اوريدي شقيه جوايا شقيه. بس فعلا ميزه تغيير في صوته وان هو يلعب في صوته وان هو يغني كمان للاطفال، أنا حاساها مميزة جدا فيه.